أسماء المركبة لا توجد عند العرب. هل سمعتم يوم من الأيام أنه أحد يقول عبد الله عمر الخطاب؟ لا، ما يوجد هذا. أحد يقول هذا؟ لا. إيش تقول؟ عبد الله ابن عمر ابن الخطاب، صح؟ خالد ابن الوليد، عثمان ابن عفان، وإحنا شو اسمك؟ قال سعود ابن مفلح ابن صالح ابن كذا. لا، ما يقول بن سعود مفلح صالح، خطأ. عند العرب تقول محمد ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام، ابن عبد المطلب، ابن هاشم، نعم هكذا ابن. فأدخلوا للعرب أسماء من باب التبرك، تصوف. أي ولد عندهم يولد يسموه ماذا؟ محمد، محمد سعيد، محمد صالح، محمد موسى، محمد حسن، محمد حسين، كل الأولاد محمد، محمد يحيى. وفي دول أفريقيا يسمي الأولاد، كل الأولاد محمد، محمد أول، محمد ثاني، محمد ثالث، محمد رابع. والله تحصل العيلة كلها محمد، محمد أول ابن محمد ثاني ابن محمد ثالث ابن محمد عاشر. تضحكوا؟ جاءتنا هذه الآن أسماء مركبة، ولهذا منعت عندنا أسماء الحمد لله مركبة، ما عندنا اسم مركب. غلام علي، غلام علي، غلام علي، غلام علي يعني عبد علي. غلام علي معناها عبد علي. السيد البدوي، السيد الحسين، السيد التيجاني، السيدة زينب. السيد معناه، هذا يقول محمد عبد الوهاب رحمه الله ليس أنا، يقول معنى السيد الحسين والسيد التيجاني يعني المقصود عند الحوائج من دون الله، يعني شرك أكبر. هذا اللفظ إذا قال السيد، السيد الحسين والسيدة زينب، هذا يقول محمد عبد الوهاب، يقول يعني الذي يقصد عند الحوائج من دون الله سبحانه وتعالى، يعني شرك أكبر. وكم يقال السيد الحسين والسيد البدوي والسيد التيجاني والسيدة زينب وكذا. نعم، إشكال أمانة. بعض الناس يقول لك إيش أمانة؟ تقول له والله يا شيخ ما أستطيع. قال أمانة عليك، يعني حلف بغير الله. واستغرب البعض، وحتى قد يحكي البعض، يقول فلان من الناس سرق سمكة وأكلها وبقي أثر السمكة الشوك والرأس والذيل. فجاءوا إليه قالوا يا أخي اتق الله، تسرق السمكة؟ قال والله ما سرقت السمكة ولا أكلتها. قالوا لا، احلف بالتيجاني. قال لا، تيجاني ما استطيع احلف به. لا، هذا يعظم التيجاني أكثر تعظيم الله، هذا شرك أكبر، هذا الحلف بغير الله شرك أكبر. فأصروا عليه أن يحلف بالتيجاني، فحلف بالتيجاني أنه لم يأكل السمكة، فخرجت السمكة من فيه. الله أكبر. اعتبر القصة باطلة، لا شك باطلة. اعتبر أن الشيطان لبس عليهم ورأى السمكة تخرج من فيه، هذا معناه أن الاتجاني ما ليس لله. عندما حلف بالله ما حصل شيء، حلف بالتيجاني حصل هذا. فأخوانا إنسان يحلف بغير الله نبهه، وما يمكن نسكت، نعلم الناس بطريقة بأسلوب. تقول إذا تحلفني بالله أجلس، وإذا تحلفني بالذمة بالعهد بالأمانة والله ما أجلس، هذا حلف بغير الله. حوبة فلان. المهم يا أخواننا، عندنا التطير لا نهاية له، كثير جدا من يتطير وتشاءم. فلان والله نسيت الكلمة يا رجل، يقول فلان شرارة، فلان منحوس، فلان نحس، فلان أعوذ بالله. إذا رأى فلان وقال أعوذ بالله، قول أعوذ بالله تطير شرك أصغر. هنا قول أعوذ بالله هنا شرك أصغر تطير. خير يا طير شرك أصغر. إحنا بوجه فلان شرك أصغر. ويضع أرقام
خاصة يعني مسميات خاصة الزوجة، وزارة الداخلية، الأمن العام، الشرطة، النجدة، نعم حتى ممكن يسميها أسماء غير عربية، واحد كاتب كونان محقق يعني. احنا ايش لنا وايش هذه الاسماء الغربيه يا اخواننا، جيبوا لنا كونان وجيبوا لنا الاشياء دي. المهم المسلم ما يتطير، من اللي يتطير؟ المشرك المنافق. المسلم دائما يتفاءل، ما تتطير. في القديم كانت العراق ملكيه، ذهب رجل من اهل السعوديه للعراق وبقي هناك أشهر، 6 أشهر تقريبا، ورجع. عندما رجع السعودية حصل انقلاب وقتل هذا الملك ومن معه. فقال عندنا أحد الأمراء لهذا الرجل، قال أنت شؤم على العراق، أنت شؤم، مجرد ما رجعت انتهت العراق. قال يا طويل العمر ارسلني على اليهود، ارسلني على اليهود أقضي عليهم وأتي، أمر ليس بيدي، أمر كتب الله، صح ام لا؟ قال لو اقضي، انا اقضي على الناس خلاص اذهب الى اليهود هناك الدوله الصهيونيه، كان قضى عليه الامير ايضا صحيح؟ لكن هو قال لا ارسلني على اليهود اقضي عليهم واجيك، لا تحتاج الى دبابات ولا صواريخ ولا شيء، امر بيد الله، تاخذ بالاسباب لا مانع. اما تتطير تتفاءل تتطير تتشائم من الناس من يتشائم حتى بالقران، وعلموا الأولاد عندنا الصغار حتى هذا، علموهم التعويذات، نعم تعلم التعويذات الشركية، يتعلم يقول الحين يسافر أو لا يسافر، إيش يصنع الصغير؟ أو يذهب إلى السوق يشتري هذه أو يشتري هذه، إيش يصنع؟ معروف عند الصغار استقسام بالأزلام، معروف هذا كثير عادي طبيعي جدا، شرك هذا، استقسام بالأزلام. يقول عندنا حتى عندكم حاخذي بادي كرنب زبادي شاله وحطه كله في هذه، صح يصنع هذا. بعدين بعض الناس قال لا قرعة، يا أخي القرعة مو هنا، أسافر أو لا أسافر، أتزوج أو لا أتزوج، هذا استقسام بالأزلام الذي كان عليها للجاهلية. بعض الناس كل ما يولد له ولد يموت، فإيش يصنع؟ قال سميه اسم أكشر، ما أكشر أكشر، أي المهم يعني سميه، قال سميه والله اسمع، المهم المهم لا تجيب لنا اسماء لأنه مو ممكن بعض الناس هو عنده هنا اسم، فقال اسمه شلوة، ايش شلوة؟ ما لها معنى، ممكن اسم للشياطين هذا، لماذا تسميه بهذا الاسم؟ من حق الولد على الوالد أن يختار له اسم حسن، قال لا أكشر عشان يعيش، إذا هذا الاسم له علاقة بحياته أو وفاته؟ لا، فيسميه هذا الاسم. مشكلة الأسماء عندنا، مشكلة، لأن كل إنسان له من حق من اسمه نصيب. يسمى عندنا أي واحد يأتي غير كويتي مثلي، أنا جيت من السعودية إيش تقول عني؟ ها أجنبي؟ أجنبي أجنبي صح؟ أجنبي، لأن عندنا في المطار الأجانب والكويتيين، صح ولا لا؟ حتى في السعودية تمام. أجنبي ما معنى أجنبي؟ الأجنبي هذه الكلمة خطأ، لماذا؟ حتى يساووا بين اليهودي والنصراني والمسلم، هذا كله أجانب صح؟ اي نعم. اذا من اين لنا هذا المصطلح، مصطلح اجنبي؟ خطا صح؟ خطا، اي نعم. في عندنا كتاب في المدارس، كل المدارس كتاب فيه الخرائط، اسمه اطلس. اطلس هو الاله الذي يمسك الكره الارضيه، واحنا نقول اطلس، من اين جاءتنا اطلس؟ من الكفار، حتى نقول ان الاله الذي يمسك الكره الارضيه هو اطلس. ليش ما نقول خرائط العالم؟ ليش ما نتكلم باللغه العربيه؟ ليش نقول دوار عباد الشمس؟ كيف؟ قال عباد الشمس، شو اللي عباد الشمس؟ قال الشجره هذه،
هذه اسمها عبادة الشمس؟ يعني تعبد الشمس؟ قال ما أدري، هكذا أنا سمعت الناس. وليش أنت تقول عبادة الشمس؟ تقول إيش المفروض؟ دوار الشمس، بيان قدرة الله سبحانه وتعالى في هذه المخلوقات، قوس قزح. خطأ، خطأ، ما يمكن لا قوس قزح ولا أطلس ولا عباد الشمس ولا غيره من هذه الأشياء اللي تأتينا، ما أدري من أين أتت. التسمي بأسماء الطغاة، فرعون صحيح، قارون، هامان، المهم أنا ما أريد أتكلم عن بعض الأسماء لأنها موجودة عندنا، وبعض العلماء يقول لا لا تصح، فهذه تراجع من كتاب الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى. أنت الآن تسمي الولد أو تسمي البنت سهام، سهم واحد يكفينا، قال لا سهام، والله صدق. نهاد ما يصح، فتنة فتون، يا رجل اتق الله، كيف فتنة فتون؟ ها، فتنة واحدة تكفي. عندما يضع النساء هذه الأشياء اللي توضع على ظافر إيش يسموها؟ مناكير، والله يسمونها على اسمها، ليس بمنكر واحد، هذه 10 مناكير يمكن 20 منكر، صحيح هذا معقول، أما يسموها فتون وفتنة هذا ما يصح. المسلم لا يعترض على قضاء الله وقدره. سب الدهر، الزمن غدار، يوم أسود، صح، أسود يوم في حياتي يوم التقيت بك، ولن أنسى هذا اليوم، والله هذا يوم أعوذ بالله، صح، أي نعم، لا يمسح من التاريخ هذا. يقول يسب الدهر، يسب الريح، يسب الدواب، يسب الدواب، دواب يسب الدواب. واليوم بعض الناس يسب الدابة لأنها تغيرت الآن عندنا سيارة، يسب اللعن حدث ولا حرج. أنا أسأل الشباب الآن في الطريق، قالوا عندنا اللعن حدث ولا حرج، المسلم ليس باللعان. تنبه أخواننا، تنبه نفسك، تنبه غيرك، تنبه أخوانك، ما يصح اللعن. كيف تلعن؟ اللعن الطرد والإبعاد من رحمة الله، كيف تلعنه؟ هذا الآن احنا لن نتكلم عن هذه الألفاظ، السب والشتم هذه معروفة والله أعلم، لكن يعني لابد أن نعلم الناس. ننكر يا أخي، اترك الأوراق، اتركها، ضع عندك، ضع عندك بس، جزاك الله خير. التسمي أيضا قاضي القضاء، ملك الملوك، حاكم الحكام، شاهان شاه، هذه الألقاب ما احتاجها الصحابة رضوان الله عليهم. عندنا عندما حصل النقص في بعض المتأخرين أرادوا يرفع هذا النقص بماذا؟ بالألقاب، يقول الدكتور ومحي الدين ونور الدين، محي الدين ابن عربي، مميت الدين. النووي يقال عنه ايش؟ النووي يا اخواننا، ها، محي الدين يقول لا اجعل في حل، النووي يقول لا اجعل في حل من لقبني بمحي الدين، يقول ما سامحه الى يوم القيامه، انا اسمي يحيى. اخواننا ما ارادوا هذه الالقاب، السلف ما اراد، حتى العلماء عندنا ما ارادوا هذه الالقاب، والله فضيلة الشيخ العالم العلامة، لماذا؟ الحاج عندنا الان صح؟ ها؟ يا سمعت يوم من الايام الحاج ابو بكر الصديق؟ سمعت؟ ما احتاجوا الحاج، اما الان الحاج فلان صح؟ واحد كاتب على والله رأيت أنا في بعض الدول يكتب على البيت ولله على الناس حج البيت، وطيارة وصورة الكعبة، ويكتب على البيت غير اللوحة الحاج فلان، وتناديه يا حسن ما يرد عليك، يا حسن ما يرد أو يزعل، يقول أنا أدفع 25,000 وبعدين تناديني حسن، أنا الحاج حسن إيش فكت. وواحد كتب الحاج خمسة، الحاج خمسة حسن، يعني 5 مرات حج، إذا حججت بمال الأصل هو سحته فما حججت ولكن حجة العير. ما شاء الله وشئت. الآن ذكرنا عندنا أعلى مرتبة تكون أنت عليها السلفي
إذا قال لك إنسان ما شاء الله شئت، تقول ما أجعلت لله ندا بل ما شاء الله وحده، ما تقول له قل ما شاء الله ثم شئت، خطأ، خطأ عندك، لأن ترشد كما أرشد النبي صلى الله أعلى المنازل، مفهوم؟ أي نعم. جاء إليك إنسان، هذا الشيخ إمام المسجد، وقال والله يا شيخ تعبان مريض، زوجتي تعبانة، أولادي، ادعو الله لي. قال خلاص أبشر الليلة بإذن الله، ولا همك عندي، لا تعبد الله أنت، أنت لا تدعو، أنا أدعو عنك. هذا معنى الكلام، صح أو لا؟ صوفية احنا؟ جاء رجل للشيخ قال يا شيخ ادعو لي. قال اسمع، أنا أدعو لك وأنت تدعو لي، كلانا مفتقر إلى الله، إذا لديك مانع من إجابة الدعاء والله ما استجاب حتى تزيل هذا المانع. وأنت إيش عندك في حياتك؟ عندك شرك؟ عندك بدع؟ ترك صلاة؟ لماذا ما تدعو الله أنت؟ ليش أنا أعبد عنك؟ وهذا رايح العمرة يوصي الكل، قال ادعو، ادعو لي، ادعو لي. حصلت واحد عندنا هناك في المسجد النبوي حط ورقة والله دعاء فلان، دعاء فلان، دعاء فلانة، دعاء، والله متى ينتهي يا دفتر. إذا ما نعلق الخلق بمن؟ بالخلق، نعلق الخلق بالله سبحانه وتعالى، وتوكل على الحي الذي لا يموت. حتى أكرمكم الله الكلاب، يقول الكلب هو اسمه كلب أكرمكم الله، ما يمكن أن تقول له كلب ابن كلب، ما يمكن، لأن هذا القصد خطأ. شوف إلى أين. أحد السلف يقول، يقول أنه قال كلمة وندم على، كيف يقول أنا أقول هذه الكلمة؟ قال الناس بحاجة إلى المطر، كيف يقول هذه الكلمة؟ كأنه هو أرحم بهم من رب العالمين، صح؟ وهذا كثير عندنا. يدخل بعض الناس على المريض، مريض في المستشفى، تكسرت السيارة وماتت الزوجة والأولاد، ويدخل على إيش يقول؟ يقول مسكين. مسكين يعني، مسكين يعني هذا أرحم به من الله، وما تستاهل، ما تستاهل، يعني معترض على القضاء والقدر، كأنه يقول له أيضا أنت اعترض على القضاء والقدر، وما بيد حيلة، وش أصنع لك؟ والله يا أخي لو أستطيع أصنع لك شيئا لصنعت. شو أسوي؟ أنت عارف الحكومة وعارف كذا، وليش تعلقوا بالحكومة وليش تعلقوا بذا؟ أما طالب علم سلفي يحفظ كتاب التوحيد، يدخل على مريض مبتلى يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لا بأس، طهور إن شاء الله، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. وقول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة رحمه الله: هو الرجل تصيب المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، يذكر بالله، من يرد الله به خيرا يصب منه. هذا السلفي، تسمع الكلام تقول لا ما يمكن تقول مسكين، وما يمكن تقول ما يستاهل، وما باليد حيلة، وقطعت قلبي، والأمر ولو كان الأمر لي جعلت هذا وزير الأوقاف. يا حبيبي ايش علاقتك انت؟ من حسن الإسلام المرء ترك ما لا يعنيه، ليس لك علاقة. المهم إخواننا، لابد نراجع حسابات في الاعتقاد وفي العمل وفي القول. يقول بعض السلف، يقول جنبوا مجالسنا، هذا بعض السلف، جنبوا مجالسنا يعني المجالس السلفية، جنبوا مجالسنا شهوة الفرج وشهوة الفم. عيب طالب علم يتكلم في النساء. الليلة لو كانت المحاضرة في النكاح كان انشراح الصدور ما شاء الله، والكل صاحي ولا أحد يستعمل جوال ولا شيء. لا، السلفي لا يتكلم في هذه المسائل، في شهوة الفرج شهوة الفم، أبد، ابتعد عن هذا، ابتعد عن القيل، ابتعد عن القال. نشر اليوم بعض الرسائل اللي فيها
الشرك الأكبر فيها البدع، أي رسالة يرسلها مجانا. الآن الحالة في الواتساب اسمها حالة؟ حالة، الحالة تعبر عن شخصية، يعني حالته أنه مع البعران، يقولوا عندنا بعران صح؟ المهم ابن، يعني حالته ورا الدنيا صح؟ واحد حالته في القهوة، واحد حالته في الشاي، واحد حاط نكتة، كل من أكثر من شيء عرف به. الأكثر من الضحك يقال عنه ضحاك. يا أخي أنت حالتك سلفي، يا أخي حط حالة أو اترك الحالة فارغة، صح؟ نعم، بتحط لي نكتة، تحط لي مقطع فيه موسيقى، وعفوا والله أرسل لك المقطع، أكتب لك عفوا المقطع فيه موسيقى. طب عفوا هذه وين أصرفها؟ يعني هذا عفوا، يعني يوم القيامة أحاسب على عفوا، ما نفعتني بشيء، صح؟ واحد مرة أرسل لي مقطع فيه مرأة سافرة، فقلت له يا أخي اتق الله، كيف ترسل لي مرأة سافرة؟ أنا بشر وعندنا حب استطلاع، صح؟ اي والله شيخ. قال يا أخي أنت المشايخ، أنا فقط أرسلت للمشايخ. قلت المشايخ ما هم بشر؟ ومن قال لك أنا من المشايخ أصلا ترسل لي؟ حظر، أحسن طريقة في الواتساب حط حظر وخلاص انتهينا، والله ترتاح من بعض الناس. وتجي للحالة، يا رجل الحالة يمكن 20 حالة وكلها لعب له. ألهاكم التكاثر، وأبغى سيارة، واللي أبغى عروسة، واللي كاتب لي كذا، واللي كاتب لي كذا. ما يصير إخواننا، أنا لا أتكلم عن العوام، أنا أتكلم عن طلاب العلم. إخواننا كيف تضعون هذه الحالات؟ بعض الناس في الدعاء، الدعاء عبادة أو عادة إخواننا؟ والله عبادة. إذن العبادة تقبل بماذا؟ إخلاص، ها؟ متابعة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا الدعاء، علمنا أو لا؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه أفضل الخلق بعد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي. ما قال أنا أفضل خلق وعربي وعرف اللغة العربية وعالم وكذا إمام، صح؟ عائشة رضي الله عنها تقول للنبي صلى الله عليه وسلم إذا أنا رأيت ليلة القدر ما أقول، فابتدعوا لنا أدعية وتجيك في الجوال هذا دعاء فلان بن فلان العالم الفلاني قال به، واللي ما ينشر هذا الدعاء يخسر وتحصل له حادث، والتاجر خسر، والمقاول طاحت العماير. طب هذا ما في كتاب الله، يعني ما حد قاله في كتاب الله، نقوله في دعاء فلان ابن فلان، وهذا يخاف ينشر 20 شخص. طب ايش الدعاء؟ لعله خير. يقول لعله خير، كيف لعله خير؟ لا ادري. او يقول الدعاء، ايش يقول هو؟ والله انا نسيت. يقول اجعلني عند باب الجنة. باب الجنة؟ يعني انت تدعو من؟ تدعو الكريم الملك، صح؟ تدعو الله وتقول يا رب بواب عند باب الجنة؟ من علمك هذا؟ من اين لكم هذا؟ بواب عند باب الجنة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سألتم الله فاسألوا الفردوس الأعلى من الجنة، أنت تطلب الغني. أو يقول اللهم إني لا أسألك رد القضاء، كأنه يقول هذا الأمر قد يكون عظيم على الله، أعوذ بالله، هذا ما عرف الله، ولكني أسألك، يعني أعطيني نص المصيبة. كثير يدعو بهذا ولا لا؟ إذن الدعاء عبادة أو عادة؟ أخواننا علموني، عبادة. إذن لماذا لا ندعو بيدعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أي دعاء تريد، زوجة، أولاد، سيارة، عقار، جنة، تجد له أصل في الكتاب والسنة، صح؟
يا رجل دعاء واحد، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، في مالي، في بدني، في زوجي، في ولدي، في الدنيا، في الآخرة، في القبر، والله تتعب حياتك كاملة لن تجد مثل هذا الدعاء. أو اللهم إنك عفو توحيد، تحب العفو توحيد، فاعف عني توحيد، ثناء على الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. حتى الآن عندنا إلحاد في أسماء الله، يسمي الله بما لم يسمي به نفسه، علة فاعلة، ثالث ثلاثة، وقادر اختراع. هذا الأخ اسمه جمعة، في اللغة أي لغة؟ في اللغة العربية. إذا راح أمريكا إن شاء الله ما تروح، إذا راح أمريكا إيش ينادوا هناك؟ فرايدي؟ لا، ينادوا جمعة، صح؟ وراح الصين جمعة، راح الهند جمعة، هذا اسمه جمعة في اللغة الإنجليزية، في اللغة الفرنسية، في اللغة الهندية، في كل لغة. أسماء الله كما هي، الله في اللغة العربية، في اللغة الإنجليزية. ما يمكن أن في اللغة الإنجليزية تغير اسم الله. ممكن تشرح، لا إشكال، تشرح تقول الله معناه باللغة الإنجليزية، أنا لا أعرف أعبر الآن، يقول الله معناه هو المألوه المعبود محبة وتعظيم. التبرك طلب البركة، وعندنا بعض الناس يقول زارتنا البركة، بركة ما تطلب إلا من الله، وتمسح ببعض الأشخاص وقال بركاتك يا سيدنا الشيخ، صح؟ بركة، بركة من الله. وعندنا الحجر الأسود، حجر لا يضر ولا ينفع. إخواننا، كتاب تعب عليه المؤلف الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله، معجم المناهي اللفظية، تأخذ الكتاب وتراجع ما فيه وتحاول تطبق، تعلم، انشر في الحالة يا أخي، انشر، تقول قال الشيخ بكر أبو زيد في صفحة كذا في معجم المناهي اللفظية كذا بالصفحة. أما تأخذ من فلان، لا، هذا ممكن ما نقل من بكر أبو زيد رحمه الله، ممكن نقل من فلان بن علان والله أعلم من هو، صح؟ أي نعم. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، أسأل سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا وارزقنا اتباع الباطل الباطل وارزقنا اجتنابه، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه وسلم، واسمحوا لي على التطاول عليكم، جزاكم الله خير، الله يبارك فيكم. جزا الله الدكتور على ما قدم وأفاد، ونستأذنه ببعض الأسئلة. الأسئلة أعطيني هي، أنا أشوفها أول، يمكن كذا أحسن، خليه يغلق هذا التسجيل خلاص، خلي اللقاء بدون تسجيل أحسن. نعم.